السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا واستخارتنا لمواليد برج الحمل، صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. الاستخاره دي بتاعتك. طيب مدتها قد ايه؟ مدتها من اول ما بتدخل على الفيديو تاخد الطاقه بتاعتك، يعني لو الفيديو نازل من بدري وانت ما دخلتش على الفيديو فانت لسه ما خدتش الطاقه بتاعتك، بمجرد ما بتدخل على الفيديو انت بتاخد طاقتك، وبيبقى مدتها 15 يوم 20 يوم على حسب التحقيق بتاعك. وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. انزل باللايك الجميل وبالتعليق الحلو. اخر الفيديو هنقول الرساله بتاعتك اللي هتكون جبر خاطر ليه وهتكون رساله قويه. الصوره اللي هتطلع هي اللي هتقراها الفتره دي، وان شاء الله باذن الله تكون استخاره جميله وتملي قلبك فرحه. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة القصص. طيب اول حاجة، الفترة دي انتوا عندكم لم شمل، او عندكم خروج من ضيق، خروج من وجع، خروج من ازمة مأثرة عليكم، لان انتوا عندكم مشاكل مع اهل، عندكم مشاكل مع احبة، والمشاكل دي مؤثرة عليكم بشكل كبير جدا. فحان الوقت ان هتلاقوا جبر خاطر من عند ربنا، وهتلاقوا اموركم بدأت تتحسن. كمان انتوا الفترة دي عندكم كلام على ورث، او عندكم مال هيجيلكم، والمال ده هيعوضكم عن حاجات كتيرة مختلفة، بس لازم تخلوا بالكم من اشخاص مؤثرة عليكم. في ناس مؤثرة عليكم بطريقة سلبية. عندكم رسالة قوية، والرسالة دي هتكون حلوة، بس في وجع وفي حزن مؤثر عليكم. عندكم واحدة ست عاملة زي فرعون بالظبط، ست خبيثة مش كويسة، وهي قدامكم بتتمنى لكم الخير، لكن من وراكم هي مش حبالكم الخير ابدا. انتوا حاسين ان انتوا مش عايشين، حاسين ان انتوا مظلومين، عندكم كسرة قلب، وكسرة القلب دي مؤثرة عليكم. لكن انتوا عندكم رابط قوي الفترة دي، في امور هتبقوا واضحة جدا عندكم. البعض منكم محروم من خلفة، محروم من امور، محروم من حاجات معينة في حياته، لكن ربنا هيكرمكم الفترة دي. في هدف حاطينه قدامكم، والهدف ده انتوا شغالين عليه قوي. انتوا تحملتوا كتير جدا من ألم، من عذاب، من ظلم، تحملتوا حاجات محدش يستحملها، وعشان كده الفترة اللي جاية هتكون فترتكم. فلازم تثبتوا وجودكم وتبعدوا عن أي أذى مؤثر عليكم في أكتر من حاجة. كمان انتوا في هم كبير جدا، والهم ده شايلينه فوق كتفكم. لازم تبعدوا عن أي مشاكل سلبية أو من أي حاجات سلبية مؤثرة عليكم الفترة دي، لان انتوا مش ناقصين، يعني انتوا خلاص بدأتوا تبعدوا عن ناس كتيرة جدا. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، هتأمنوا جدا بحاجة معينة في حياتكم، هتلاقوا ربنا كريم جدا عليكم، لان نصرتكم هتكون قوية. واحدة ست بتبقى حابة تتكلم معاكم لدرجة ان هي تسحب اسراركم، لكن انتوا اذكى منها، بتبقوا عارفين وحاسين جدا ان هي عايزة تسحب الاسرار بتاعتكم. فياريت تخلوا بالكم وما تستسلموش ابدا لاي حد، لان حواليكم ناس سلبية، حواليكم ناس مش حبالكم الخير ابدا. الناس اللي مش حبالكم الخير دول هم المقربين ليكم، ناس معينة، وهي ستات. انتوا دايما بتضحوا من اجل الاخرين، دايما بتضحوا من اجل ناس ما تستاهلش، وبترجعوا تدفعوا الثمن غالي، او بتدفعوا الثمن بمعنى اصح. كمان انتوا عمالين تسعوا الفترة دي سعي شديد، عمالين تسعوا لتحقيق حلم، لتحقيق حاجة معينة، لكن في وعد مع ربنا، الوعد ده او ندر عليكم او حاجة عليكم لازم توفوا بيها لو انتوا ناسينها. في حاجة انتوا هتعملوها برضو الفترة اللي جاية، ممكن يكون عندكم ولد
تعبكم، عندكم طفل ولد تعبكم، في امور تخص اولاد عندكم، في كلام يخص اولاد، في هم شايلينه بخصوص اولاد، في امور معقدة عندكم، لكن ان شاء الله باذن الله هيبقى في حل. حل انتوا دايما بتحبوا تكونوا رقم واحد، دايما بتحبوا ان انتوا تكونوا افضل من غيركم، دايما بتحبوا ان انتوا بتحطوا طموحات قدامكم وامور مختلفة عشان توصلوا للحلم بتاعكم. انتوا الفترة دي بتبذلوا اقصى مجهود عندكم في حياتكم، لدرجة ان انتوا بتصلحوا اخطاء، بتصلحوا امور، انتوا مؤمنين جدا بالله، بس في امور عندكم عاملة لكم عراقيل، وما زال لحد الان الرزق عندكم واقف. البعض منكم عنده مجهود عظيم بيبذله علشان يوصل للحلم بتاعه، رزقكم كبير جدا. عايز اقول لكم كمان ان انتوا الفترة دي هتخرجوا من ضيق، هتخرجوا من خنقة، هتخرجوا من حاجة اكلة حقكم، او بالمعنى انتوا منتظرين حاجات كتيرة جدا الفترة دي تتحقق، وبتدعوا ربنا اشد الدعاء لان انتوا توصلوا للحق. عندكم كلام سلبي مأثر عليكم ومازال مأثر عليكم وعلى حياتكم من ناس وقعوا عليكم تهم، من ناس ظلمتكم، من ناس اتكلمت عليكم بالباطل، ولحد الان انتوا مش عارفين تعملوا ايه ولا عارفين تاخدوا قرار ازاي مع الناس دي. عندكم بشرة، والبشرة دي هتبقى نصرة ليكم انتوا. تشوفوا البعض منكم عنده نصرة على اعداء، عنده نصرة على اشخاص معينة، الله اعلم، لكن انتوا عندكم نصرة. كمان انتوا مقدمين على شغل، مقدمين على حاجة جديدة، في حاجة جديدة مقدمين عليها، والحاجة دي هتكون حلوة جدا وهتفعلوها ان شاء الله باذن الله، علشان خاطر انتوا خلاص قررتوا عايزين تبعدوا، عايزين تمشوا، عايزين تخرجوا، عايزين تعملوا حاجات كتيرة جدا مختلفة الفترة دي. بس في عقاب انتوا واقع عليكم من ناس ظلمتكم، رغم ان انتوا ما لكمش اي ذنب فيه. حصلت فتنة عندكم، والفتنة دي سببت لكم ألم شديد، ولحد الآن بتدفعوا التمن. لكن الفترة اللي جاية هتخرجوا اتنين من حياتكم، الاتنين دول اذينكم بشكل كبير جدا، والاذى بتاعهم لحد الان مؤثر عليكم، ممكن يكونوا في قلبكم، ممكن يكونوا في حياتكم، في عقبة هترتاحوا منها، في امور هتتخلصوا منها، الله اعلم. الفترة اللي جاية هي فترتكم، وعشان كده بقول لكم ان انتوا هتثبتوا وجودكم. وكمان الرزق اللي هيكون على حياتكم ده هيكون كبير، البعض منكم عنده طريق سفر هيتفتح قدامه، البعض منكم هيكون مؤمن جدا بالله، لان هيبقى فيه نصرة، والنصرة دي هتطفئ الجرح اللي هو مازال بيدفع ثمنه. والبشرة اللي جاية لكم دي باذن الله هتكون بشرة امور جديدة. كمان انتوا الفترة دي عندكم امور لازم تتخلصوا منها، لازم تطهروا بيتكم، لان انتوا محسودين حسد شديد جدا، وعندكم طاقة سلبية مأثرة على جميع البيت، وعشان كده في تقلب، في امور مختلفة، في امور انتوا بتلاقوا فيها عقبة موجودة وما زالت موجودة. كمان في بينكم وبين حد شدته مع حد، اتخانقته مع حد، حصل حاجة بينكم وبين حد، والحاجة دي برضو بتفكروا فيها كتير، مش عارفين تعملوا ايه، في امور عندكم مختلفة، في امور مستجدية، في امور عندكم منعكسة، لكن القرار الفترة اللي جاية دي هيكون قراركم انتوا، لان انتوا هيبقى عندكم نصرة، والنصرة دي هتخرجكم من الظلم اللي مازال مؤثر عليكم وعلى حياتكم بالكامل، او بمعنى اصح مؤثر على تحديدكم بالمستقبل، لان انتوا خايفين جدا من المستقبل، خايفين اللي حصل معاكم الفترة اللي فاتت يحصل معاكم تاني، وعشان كده في قلق وفي امور منعكسة ليكم. خلوا بالكم من نفسكم الفترة دي، ولو في حد حسيت ان هو بيوصل لكم كلام منعكس ما تصدقوش، علشان انتوا الفترة دي ما يعني ممكن تصدقوا اي حد يقول لكم حاجة، لان انتوا وصلتوا لمرحلة عدم الثقة في اي حد، فياريت تاخدوا بالكم من نفسكم على قد ما تقدروا. الهدف اللي انت حطه قدامك ده هيكون طريق حلو. عندك هنا كمان حد هتتعرف عليه صدفة، والحد ده هيقف معاك وهتخليك تكتشف الشخص الخاين واللي عمال يغدر فيك وينافك في حياتك. انت حيران في حاجات، حيران في موضوع معين، رغم الحيرة دي هيكون عندك حاجة هتفرحك بإذن الله، وهيبقى في طاقة تانية خالص.
انت بس اتطعمت من ناس كنت انت حاسسهم ان هم سند ليك، او ان هم الناس دول اللي واقفين في حياتك، بس بالعكس اكتشفت ان انت كنت مسنود على حيطة مايلة، كنت مسنود ان انت سند خطأ. في كمان شخص غدر بيك بعد كل اللي انت عملته، غدر بيك ليه؟ علشان انت اكرمته واديته زيادة عن اللزوم. فلازم تخلي بالك، عندك حد دخل حياتك كرهك حياتك وكرهك حتى كل حاجة في حياتك. انت طيب جدا وحنين، فيك حنية في الدنيا كلها، اقل كلمة بتبسطك واقل كلمة بترضي اللي قدامك، بس انت مصدوم ومغدور. فياريت تخلي بالك من النقطة وتخلي بالك من الأشخاص اللي شغالة عليك دي. في كمان هنا وصول لحد طال انتظارك بينك وما بينه، في حد عمال يتكلم عليك او بيحاول ان هو يستفزك، بيحاول ان هو يتكلم عليك في حاجات معينة، والحد اللي عمال يراقب فيك ده حد عمال يراقب فيك على السوشيال ميديا بأي طريقة. انت في حاجات حصلت معاك انت ما توقعتش في يوم ان هي تحصل معاك. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك، انت عندك طبطبة على نفسك، انت زي ما قلت لك هتنجح وهتحقق نجاح وربنا هتلاقيه واقف معاك. عندك ست كبيرة عمالة تدعي لك وعمالة تقول لك ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب. انت عندك كذا حاجة هتحصل لك الايام اللي جاية وهيبقى في طاقة تانية خالص مختلفة. انت عندك هنا ناس بتتكلم معاها وبتحكي لها سرك، فياريت تخلي بالك، مش عايزاك تحكي اي حاجة تخص حياتك، عايزاك تكتم شوية وتداري وتبعد عن اي ضغوط نفسية، علشان انت ضاغط على نفسك وشايل حمل كبير وشايل مسؤولية كبيرة، حاسس ان الدنيا كلها واخدها بحساسية. وزي ما قلت لك ان ده غلط، لازم ان انت تاخد الامور ببساطة. انت عندك بركان من الدموع على خدك، من وقت للتاني في طاقة سلبية. في عندك كمان البعض منك او البعض منكم هيكون عندكم صلح مع حد من الماضي، الحد من الماضي ده كان في بينكم خلاف قريب منكم، هيبقى في صلح بإذن الله، وهتلاقي كده الامور بدأت تاخد وتدي. عندك كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا انت عندك خلال ايام معدودة ممكن يكون في اكتمال لهدف، اكتمال لطاقة تانية خالص. انت الشخص ده هيقف معاك كمان وهيبقى فيه طاقة تانية مختلفة. لا انت كده عندك اخبار حلوة. عندك كمان حد بخصوص حمل، زي ما قلت لك يا اما ليكم يا اما لحد لحياتكم. كمان اقدر ابشرك باذن الله باذن الله ان انت هنا هيكون في حد من دمك ولحمك، هتاخد منه حقك تالت ومتالت، هتاخد حقك وهتحس قد ايه ان ربنا عوضك خير وان ربنا اكرمك من بعد اللي انت شفته ومن بعد ان انت يعني اتأذيت في حياتك بشكل كبير من اجل الناس دي. فانت ربك هيكرمك هنا من حيث لا تحتسب، فخد بالك كويس جدا، بس مش عايزالك العند وطاقة التردد. انت متردد هنا في حاجة معينة عمال تفكر فيها وعمال تحسب بيها في الورقة وقلم، رغم ان انت الفترة دي كتوم وساكت، بس اغلب الوقت عندك مش عارف تاخد قرار ولا عارف تاخد خطوة جديدة. كمان في لقاء مع حد حلو، اللقاء ده هيكون حد معاك وهيحسن من حالتك النفسية، بس انت معروف عنك ان انت بتكره الاوامر، بتكره ان حد يؤمرك، حد يفضل يتحكم فيك، بس في علاقة برضو انت ساكت فيها وعايز تاخد حقك بشكل مختلف. انت مش حاسس براحة البال بقالك مدة، مش حاسس بان انت مرتاح. عندك هنا موضوع في ضيق وخنقة حاطه قدامك وشغال عليه وعمال تفكر فيه وبتبص للحياة انت بشكل مختلف الفترة دي، بس في تفكير تايه فيه، التفكير ده مأثر عليك. عندك كمان طبطبة، حد هيطبطب على قلبك او انت هتطبطب على نفسك. كمان بسم الله ما شاء الله عليك، هنا
انت عندك اكتمال امر موضوع معين، انت بتعرف الاشخاص اللي حواليك بذكائك بس، انت ذكي جدا في كل افعالك وفي كل تفكيرك، عندك مصالحات حلوة، عندك دفع فاتورة الفترة اللي جاية، الفاتورة دي هتكون عالية، فخلي بالك كويس جدا من استهلاكاتك الشخصية او من استهلاكاتك اللي انت عندك. انت جوه قلبك في شوية حزن، جوه قلبك في شوية خذلان، في شوية امور تعباك. كمان انت هنا ضاحك على نفسك في علاقة او في حاجة معينة، انت ضاحك على نفسك وعايز تنسحب بأي طريقة، في انسحاب عندك من علاقة او من حاجة معينة. انتوا بدأتوا تفكروا بطريقة مختلفة شوية، بدأتوا تفكروا بشكل مختلف. انت مهووس بحد او حد مهووس بيك، في حب، في حب عندك في حياتك لحد، انت حاسس ان الشخص ده انت روحك فيه، بس انت عايز تسافر علشان تعب. دايما تعب في جسمك بطريقة كبيرة او تعب في حياتك. انت مركز الفترة دي ان انت تحط خطة قدامك وتحقق كل احلامك، مش عايز اي حاجة تشتت انتباهك او حاجة تأثر عليك بشكل مختلف، علشان انت عندك طاقة انتظار رهيبة، عندك اكتمال في موضوع وانت هيبقى في طاقة ايجابية. طاقة الانتظار دي مخلياك الفترة دي مهموم وضاغط على نفسك في تفكير كتير، واقدر ابشرك بفرحة حلوة طال انتظارها، بس اطلع من الوضع اللي مكركب عندك. انت كمان عندك بعض المشاحنات عندك ومن بعض الناس اللي بتكرهها، رغم ان عندك تحرير من بعض القيود اللي عندك، وهيبقى عندك مناسبة حلوة في ارض بيتك، وهتخرج شخصين من حياتك عملوا لك مشكلة، وكمان الباب اللي اتقفل في وشك هيتفتح وهتبقى انت مبسوط جدا. في اجواء رومانسية او انت رومانسي ومش حابب، مش لاقي الرومانسية من الشريك، بينك وما بينه مشاكل وضغوط نفسية. كمان انت هنا بإذن الله، بإذن الله هيبقى في طاقة معينة، الطاقة دي هتخليك تفرح قوي، وفي اختبار، لإما اختبار حمل، لإما اختبار لشخص او اختبار لحد معين هتعمله وهيبقى في نجاح حلو. كمان انت الفترة دي بتحلم بأكتر من حلم، في كوابيس ليك ومش عاجبك الموضوع كده، حاول تحصن نفسك بقدر المستطاع، ولو بتقفوا قدام المراية بلاش تقفوا قدام المراية، عشان المراية هتسبب لكم اللمسة العاشقة، والكريم بتاعكم هيكون ملتزم بيكم. جوه قلبك خايف على حاجة تحصل، خايف على حاجة معينة تتم، خايف من كتر المشاكل اللي انت شايفها في حياتك. روحانيتك عالية الفترة دي، بس بلاش دخل اطراف في علاقتك، او بلاش الشريك يدخل اطراف في علاقتكم. انت مش حاسس بالسعادة بينك وما بين الشريك، دايما بيبقى فيه توتر وفي طاقة سلبية، فلازم تخلي بالك كويس جدا ان بلاش دخل اي مشاكل في حياتك بينك وما بين الشريك. عندك طاقة حلوة وهتوازن تفكيرك، وهيبقى جوه قلبك طاقة تانية مختلفة. انت هنا ملتزم بحاجات بتفعلها او جاي على نفسك، انت صبرت وعشت فترة من اليأس بس برضو صابر، وبتقول اكيد ربنا هيبشرني من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية. تفكيرك دايما في مجالات بدايات جديدة، انت بتحاول تفكر في تغيير اسلوبك، تغيير طريقتك. الايام اللي جاية هتحس ان انت راضي عن اي حاجة بتحصل لك في حياتك، انت مش هتكون مسلم نفسك لناس تأذيك وتتحكم فيك، خلاص هتطلع من طاقة الحزن اللي انت فيها، وهتطلع من قفلان البيبان اللي انت مقفولة في وشك. انت الصدمة اللي خدتها في حياتك هي اللي مازالت مأثرة فيك، انت ذكائك الفترة اللي جاية هو اللي هيتحكم في كل اخبارك او في كل حاجة عندك. كمان انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك طاقة جميلة وطاقة جديدة، وفي كمان هنا يعني رغم ان انت مسلم امرك لربنا ودايما واثق في حكمة ربنا عليك، بس عندك طاقة ايجابية. عندك اخ كان اكبر عدو ليك في حياتك، كان بينك وما بينك صلة كبيرة،
انت حاسس ان الدنيا مقفوله في وشك تبقى غلطان. انت قررت ان انت تاخد حقك، ولازم تاخد حقك من الشخص اللي ظلمك وكسر بخاطرك. انت اي نعم مضغوط اليومين دول شويه، بس عندك طاقه ايجابيه وعندك اخبار حلوه. جدد من نفسك، جدد من المود بتاعك، وبلاش تخاف من اي حاجه. في كمان هنا حد هيقف معاك في حاجة انت هتعملها بإذن الله، وهتحط خط بينك وما بين ناس كتيرة. انت ما بتحبش الكلام الكتير، بس الفترة دي بتتكلم عن حاجات لسه ما حصلتش، فخد بالك من النقطة دي. وزي ما قلت لك، انت افعالك روحانية او طاقتك روحانية وطاقتك عالية. لو انت عندك دخول محكمة، او حد عندك في دخول محكمة، هيكون الحكم في صالحكم، علشان انتوا تعبتوا وشفتوا كتير. ولو العلاقة النرجسية تعباك، اطلع منها او اطردها بعيد عنك، علشان انت مش ناقص، اللي فيك مكفيك. اقدر اقول ان في دين عليكم عايزين تسدوه باي طريقة، او مستنين جمعية تقبضوها، او مستنين حاجة تعملوها وتطلعوا من اللي انتوا فيه ده. عندك كمان بنت خالتك او بنت عمتك بتكرهك قوي، او خالتك هي من عيلة، يعني من عيلة الام اكتر رابط بيها. بنت خالتك بتكرهك، او خالتك بمعنى اصح، خالتكم بتكرهكم، مش حبالكم النجاح ولا حبالكم ان انتوا تكونوا احسن منها. عندكم علاقة مع برج الاسد، في شوية شد، شوية نفور، شوية ضغط. انتم مصممين على هدف معين وهتفعلوه. انتوا هتساووا وهتوازنوا علاقات، او هتوازنوا امور عندكم. طيب انتوا عندكم كلام بينك وما بين حد، او في موضوع هيتفتح بينكم وما بين حد الفترة اللي جاية، هيكون في طاقة ايجابية. حصل عندكم انفصال مع ابراج ترابية، الانفصال ده كان سببه حسد شديد، وانتوا تعبتوا وخدتوا قرار غلط. فياريت تخلوا بالكم من الفترة دي، ما تيجوش على نفسكم، علشان ساعات الحسد والسحر هو اللي بيخرب بيوتكم وانتوا ما تحسوش. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم طاقة ايجابية من بعد كسرة القلب، ومن بعد ما الابراج النارية دمرت في حياتكم حاجات كتيرة جدا. ربنا هو المستعان ليكم. الفترة اللي جاية هي فترتكم، وهيكون فترة ايجابية، هيكون عندكم الحظ عالي والطاقة الايجابية مفتوحة، فلازم تخلوا بالكم كويس جدا. في عيوب مأثرة عليك وحاسداك بشكل كبير، رغم ان انت متألق وواثق من خطواتك، فربنا هيكرمك من حيث لا تحتسب. خد بس انت حذرك، وخلي عندك ثقة بنفسك بشكل كبير. الأضواء عندك متسلطة على كل أفعالك، نجمك دايما لامع، نجمك دايما في طاقة إيجابية. انت عندك مراقبة من الناس، النوم عندك متقلب، مش عارف تاخد راحتك في النوم ولا تاخد راحتك حتى في أي حاجة، لدرجة ان انت عندك زي ما قلت لك تساقط شعر، جسمك بدأ ينزل، ضوافرك بدأت تقع، في حاجات عندك بتنزل. فياريت تخلي بالك من الطاقة دي، وتحاول تعالج اي حاجة عندك فيها مشاكل، وتخلي بالك دايما من كل كلمة بتطلع من لسانك، ومن المقربين لحياتك اللي هم مقربين، اللي بينك وما بينهم دمك ولحمك. ولو جايالك فلوس من بره، او في حاجة عندك هيبقى فيها مال، عايزاك تكتم وعايزاك تداري. بلاش تقول انا هعمل وهعمل وهعمل، الحاجة اللي بتقول انا هعمل فيها ما بتكملش ابدا، فخد بالك من النقطة دي. كمان انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك، هيكون عندك خطوة جديدة في طريق سلم نجاح ليك. ممكن يكون عندك شهرة، او عندك نجاح في دراسة. بخصوص المحكمة اللي عمال تفكر فيها دي، هيكون في نجاح عندك، وهيكون في حاجات منطبقة عليك هتفرحك بإذن الله. انتوا مشكلتكم ان انتوا تعبانين في العاطفة، ودايما حاسين بالخنقة، وحاسين ان في جبل على كتفكم. فانتوا الفترة اللي جاية هيكون في تغيير بإذن الله، وهيبقى في معالجة. لو زي ما قلت لك، انت لو عندك علاقة مع ابراج ترابية، هيكون في تغيير الفترة اللي جاية، وهيكون في قعدة صلح. انت في حل هتحطه وهتحله، والاضواء اللي منطفية عليك ربك هيسر امرك، وهيفتح طريقك اللي مقفولة في وشك. انت بلاش تقول ان انا تعبان، ان انا متخان، ان انا مخزول. الحاجة اللي بتفكر فيها السلبية اطلع منها، علشان تلاقي الطرق اللي هتتفتح في وشك
وهتسعدك، مستقبلك جميل ومستقبلك لامع، انت عندك طاقة ايجابية وعندك فرج وعندك اخبار حلوة متعلقة بتفكير كتير عمال تفكر فيه. انت ما تعرفش ربنا كاتب لك ايه، اي نعم انت عشت فترة من الخذلان بس ربنا واقف معاك وهيسعدك في الوقت المناسب. اطلع من اي ضغوط نفسية ومن اي طاقات سلبية، والفترة اللي جاية دي هتكون فترتك وهتكون دايما متألق وهيبقى عندك مساعدة حلوة. كمان انت هنا هتيجي وهيبقى وهتحل الكتلة اللي على كتفك. وبكده استخارتنا تكون خلصت لمواليد برج الحمل. يا رب استخارتنا تكون عجبتكم النهاردة وتكون جميلة وتكون طاقة ايجابية ليكم. قريب جدا برضو على طول اول باول هنزل لكم استخارات جميلة كده زيكم، وان شاء الله باذن الله الفيديو يكون عجبكم وتكون القراءة خفيفة على قلبكم. تحياتي ليكم واتمنى لكم كل ما هو جميل.